النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة لكن باردة نسبيا، في عموم المناطق كانت باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي بدأت المملكة تدريجيا تتأثر بها، والرياح الشرقية النشطة مستمرة وتنبيهات من هذه الرياح النشطة. نبدأ نشرتنا بهذه الصورة أو هذا التصميم لشرح لماذا الرياح الشرقية تنشط في المناطق الجبلية لكن تزيد سرعتها وتقوى أكثر وتشتد في المناطق الشفاغورية والمنطقة الغورية. الرياح الشرقية تهب على المملكة خلال هذا اليوم وخلال اليوم غد وخلال الأيام القادمة أيضا، حيث تكون نشطة السرعات تقريبا حوالي 50 كيلومتر في الساعة تكون سرعة حباتها، لكن بمجرد وصولها فوق المناطق الشفاغورية هنا والمناطق المنحدرة نزولا نحو منطقة الأغوار تزداد شدة هذه الرياح، تزداد سرعتها أثناء عملية النزول، وبالتالي تصبح حباتها حوالي 70 كيلومتر في الساعة. لذلك ينبه الإخوة المزارعين في منطقة الأغوار والبحر الميت بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية مزروعاتهم خلال الأيام القادمة واعتبارا من نهار اليوم. استعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم السبت، من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد عفوا، حيث تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة وجافة مرافقة لامتداد المرتفع الجوي السيبيري من الشرق من منطقة العراق والبادية الشام غربا باتجاه عموم منطقة بلاد الشام. درجات الحرارة ستعرف انخفاض ملموس وكبير خلال ساعات الليل بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة. أيضا تكون الفرصة مهيئة لتشكل الصقيع خاصة في أقصى شرق المملكة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. هذه الأجواء أي الطقس الشديد البرودة خلال ساعات الليل وأيضا الرياح الشرقية النشطة يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة. ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تبقى الرياح الشرقية النشطة التي تزيد من الشعور بالبرودة بالهبوب 5 درجات مئوية فقط، الملموسة درجة مئوية واحدة، الرطوبة حوالي 67%، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة مع حبات نوعا ما نشطة في بعض الأحيان. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم السبت تستمر الرياح الشرقية بالهبوب 12 إلى 4، يوم الأحد أيضا رياح شرقية نشطة 11 إلى 3 درجات مئوية، ويوم الاثنين رياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة أيضا 11 إلى 6 درجات مئوية. ننتقل الآن إلى التوصيات أثناء هبوب هذه الرياح الشرقية النشطة خلال الأيام القادمة، هي الانتباه من سرعة الرياح وتأثيرها على المزروعات في منطقة الأغوار تحديدا، وأيضا الانتباه من تشكل الصقيع في المنطقة الشرقية، وأيضا يوصى بتثبيت المقتنيات الموجودة بالخارج نتيجة الرياح النشطة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.